ترأس المدبر الرسولي لبطركية اللاتين في القدس رئيس الأساقفة بيير باتيستا باتسابالا المسيرة السنوية مسيرة أحد الشعانين. ابتدأت المسيرة من بيت فاجي وكانت تضم الآلاف من المؤمنين من مختلف الرعاية، حاملين سعف النخيل ومهللين هوشانا في الأعالي، مبارك الآتي باسم الرب، هوشانا في الأعالي. وكان من المشاركين في هذه المسيرة النائب البطريركي للاتين في فلسطين المطران بولس ماركوتسو، وحارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون، والقاصد الرسولي في القدس المطران جيريلي، والمطران ياسر العياش، وعدد كبير من الكهنة من رعايا مختلفة وراهبات وطلاب المعهد الإكليريكي، وعدد كبير من الحجاج من مختلف أنحاء العالم أتوا ليشاركوا بهذا اليوم المبارك، كذلك أهالي القدس والأراضي المقدسة. هوشانا في الأعالي، مبارك الآتي باسم الرب. بهذه الترتيلة وترتيل أخرى استمرت المسيرة التي جابت شوارع المؤدية إلى كنيسة الصلاحية، وفي باحات وبساتين الكنيسة استقبلت المسيرة بأجمل الترتيل، مهللين وفرحين بهذا اليوم، وهو اليوم الذي يسبق أسبوع الآلام. وفي النهاية عبر رئيس الأساقفة بيير باتيستا باتسابالا عن فرحته بهذا اليوم وهذا الجمع الكبير من المشاركين في مسيرة أحد الشاعنين بالقدس. اليوم بنحتفل مع بعض بأحد الشاعنين، أحد دخول الرب إلى أورشليم. احنا في منطقة سانت آن الكنيسة، محل ما نختم الدورة. بتمنى للجميع يكون أسبوع مقدس وأحد مبارك، وكل عام وانتم بخير. جينا على القدس، شاركنا من بيت فاجي للصلاحية هون، وكانت الدورة كتير حلوة. شاركنا مع الجمهور المختلف من جميع أنحاء العالم، فهذه المناسبة كتير بتعنينا وبتثبت إيماننا أكثر وأكثر بيسوع المسيح اللي هو ملكنا، ملك الخير وملك السلام وملك المحبة. بدنا السلام لجميع العالم، فيش شيء ناقصنا. سلام مهم جدا جدا جدا، خاصة في بلادنا، وإن حقوقنا هون في هذه البلاد. أنا من هذه البلاد وبحب بلادي، إيش ما يكون بقدرش أستغنى عنها، وبصلي لها كتير كتير حتى يحمينا يحمي شعبا موجود فيها. تمنياتنا إنه يعم السلام على الأرض، وزي ما منقول في أبانا تكون مشيئة الرب. وإحنا الآن وصلنا إلى ساحة كنيسة القديسة حني في الصلاحية، نصلي اليوم من أجل السلام في أرضنا المقدسة. في هذا اليوم السعيد أحيي جميع المؤمنين في المعمورة كلها، لأن الرب يسوع المسيح أتانا بشكل وضيع حتى يخلصنا من الشر ومن الشرير، حتى يمنحنا المحبة، حتى يمنحنا السلام. وزي ما أنتم شايفين المسيحيين هنا اليوم جايين يقولوا نحن المسيحيين هنا في القدس سنبقى في القدس وسنحمل هذه الرسالة إلى الأدوار القادمة، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. أمين. بهذا النهار أحلى نهار هو للمجد الرب بأرضنا، وربنا إن شاء الله بيتمجد دائما بقلوبنا. And we are here for the Holy Week. This has been a great experience and we are happy for being here. Abbiamo voluto stare qua alla terra dove Gesù ha vissuto la sua passione per compartire con lui, rinnovare in questi momenti il nostro fervore nella vita religiosa, la nostra vita di pietà. وبعد البركة انطلقت المجموعات الكشفية بالاستعراض الرسمي في شوارع القدس من داخل أسوار القدس وخارجها، ابتداء من باب سباط وصولا إلى باب الجديد، وسط حضور كبير ومميز في شوارع القدس. للنورسات مارلين الحدوة من مسيرة بيت فاجي القدس.